الحمد لله الذي بعزته ونعمته تتم الصالحات. روي عن قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن الكريم يدلكم على دائكم ودوائكم، فإن دائكم فالذنوب وإن دوائكم فالاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أكثروا من الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. قناة أهل الدار قناة.